ربنا لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى وإن رضيت وبعد الرضا. حمدا حتى تكتبنا في عبادك القليل عباد قلت فيهم وقليل من عبادي الشكور. نصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة سيد والعياد ولا فخر. أحبتي في الله، هذا أنا محمد مختار محبكم في الله، يحييكم بتحية الإسلام، سلام ورحمة وبركاته، مع أجمل تمنياتي إن ربنا يكون بيجمعنا دايما واحنا في اتم صحه واسعد حال. لقاء جديد في طمني عليك، وموضوع مهم جدا 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 لا ينقص الا ان نجتمع كلنا علشان نشاور في امرنا. النهارده موضوعنا كيف احاور مع ابنتي التي في فتره المراهقه. في الحقيقه الاسبوع اللي فات بعد ما كتبنا ان احنا هنتكلم في الموضوع ده كانت في رسائل كتيره جدا، اهمها ان انا مش عارفه اتعامل مع بنتي، في فراغ وفي فجوه. كانت في رساله جات لي وانا استاذنت صحابها ان احنا نتكلم فيها لاهميتها، واللي هي بتشكل محور اساسي في الموضوع. موضوع بنت من بناتنا في سن المراهقه ليها قرايب من سنها، ولاد خالتها ولاد عمها، حاجه زي كده. القصد ان هم عايزه اروح يا ماما ببات كذا، لا طب ما نروحش. المهم الاسره وافقت عشان الام التانيه قالت ان احنا ما عندناش بنات وييجوا كذا ويقعدوا مع بعض وكذا. في مشكلتين حصلت. مشكله لما البنت اللي هي بنتنا اللي خرجت الحياه لاول مره راحت عندهم وقعدت براحتها، كشفت شعرها وكان شكلها طبعا متغير تمام، وكان ليه اتحجبتي بدري. النقطة التانية ان شافت البنات دي هي بتعمل شات مع قرايبها، جو مفتوح شوية وكذا وكذا، وحصل امور. الام لما البنت راحت تاني هناك بدأت حالة عارمة من الفوضى، وحالة زي ما نقول كده ان هي عملت ثورة على حياتها الجديدة. الام بدأت كل ما بتيجي توجه لها في كلام بقى في رفض، بقى في موقف ورا موقف ورا موقف. لما النهاردة بقى في خلاف الام بعتة بتستنجد يا دكتور انا بقيتش عارفة اتكلم بنتي، كل كلمة اكلمها بعد ما كانت طوع وبعد ما كانت ماشية تحت طوعي وتحت كلامي وتحت كذا وكذا، النهاردة مش عارفة اكلمها، كل كلمة واقفة على الكلمة. هل يا دكتور واحنا لو كل مره رحنا عند قرايبنا ولا خرجنا ولا بيتنا ولادنا بره هيرجعوا لنا بالشكل ده؟ خليني كلمت البنت وكلمتها على الشات تقريبا، لقيت ان في مواضيع كتير قوي. الموضوع ما كانش بره، لا الموضوع كان في شكل التربيه، شكل الحوار، الاداء الام بتعمله. كان في مشكله من زمان، بس زي ما نقول خروج البنت وبياتها بره ورؤيتها الجو جديد عليها كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. تعالوا نشوف ايه القصة، هنعمل ايه مع اولادنا، وخاصة ان احنا قدام موقف دلوقتي مهم جدا ان انا عايز اتناقش فيه، اللي هو موضوع موضة خلع الحجاب. كل وقت بيجي كده على اولادنا في سن المراهقة حاجة معينة بتيجي هوجة او موجة. انا كنت قلت مرة فاتت ان احنا هنتكلم عنها ان شاء الله، بس قبل ما اتكلم على اسباب خلع الحجاب او دخول البنات في خلع الحجاب، وده انا مستني رايكم فيه، يعني مستني كل واحد منكم دلوقتي يتفرج عليا وعنده مشكله او عنده بنت في سن مراهقه او كانت محجبه في من ابتدائي مثلا لغايه اعدادي واول سنه، وبعدين النهارده قالت لا، وحكايه الرفض دي اللي احنا شايفينها. عايز اتصالات، عايز اقول نجمع ايه اهم الاسباب اللي انتوا شايفينها من وجهه نظركم اللي خلت بناتنا داخله على القصه دي. انا هشرح طبعا، بس قبل ما نشرح وكالعاده قبل ما نشرح الاسباب التي تقف خلف هوجه او موضه قلع الحجاب، خلينا النهارده نتكلم على انا هحاور بنتي ازاي؟ اسلوب الحوار مع بنتي هيبقى ازاي؟ هل هيبقى عايشين في صدمات طول الوقت؟ هل البيت هيتحول لمشكله طول الوقت مش هعرف اتكلم معاها؟ الموضوع مش سهل. اللي عنده بنت بتقف ند بند، الام بتبقى شايفه طريقه معاملتها لامها وان هي ما كانتش بتقف تتكلم، والبنت شايفه ان احنا في وقت تحرر ولازم اعمل كده ولازم اتكلم وده رايي وكذا وكذا. خلينا النهارده طيب نشوف قبل ما نتكلم في مشكله الحجاب، نشوف الاسلوب او الطريقه اللي احنا النهارده هنهديها لكل ام وكل اب. مش موضوع مش مرتبط بس بالام، بس هي الام اللي احنا بنقول عليها هتبقى اكثر ارتباطا واللي هي هتبقى اكثر تكليفا بالمهام اللي احنا هنتكلم فيها دي النهارده. محتاجين النهارده تقعدوا
تسمعه الكلام، تدوروه في دماغكم قوي لانه شيء محوري. الوقت بقى فيه هجمه كتير قوي، في ناس كتير قوي بتاخد ولادنا من ايدينا، خصوصا البنات، عامل لهم حاجات كتير جدا عشان يخرجوا من ايدينا، يلا نغني ويلا نرقص ويلا نلعب ويلا كذا. ودايما بقول هو ما فيش اصلا يلا نصلي ولا يلا نصوم، لا. المهم هي هجمه شرسه، لكن احنا علينا ان احنا نقف علشان نحافظ على ولادنا وعلى بيوتنا. الطريقه هي يا دكتور وبسرعه اللي احنا هنكلم بيها ولادنا، الشكل، الماهيه، المفهوم، الادوات اللي احنا هنستخدمها في طريقه الحوار. خلينا نقول اول حاجه، لما تيجي تكلمي بنتك اللي في سن المراهقه في بروتوكول، بروتوكول، او اعملي معاها عقد ان انت الطريقه دي اللي هتتكلمي بيها وتفضلي ماشيه عليها. اول حاجه الطرق اللي علينا ان احنا نستخدمها او الاساليب التي يجب علينا ان نستخدمها واحنا بنحاول، اول حاجه ما تقطعهاش وهي بتتكلم، سيبيها تسترسل في حديثها. او تناثر في الزحام ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام. السلام عليكم، رجعنا لكم مره ثانيه وبنعتذر عن العطل خارج عن ارادتنا، لكن ان شاء الله نكمل معانا. طمني عليك، تعرف الجو صعب لكن ان شاء الله نستكمل وربنا يعدي على خير. كنا بنتكلم على حوار مع ابنتي المراهقه وكيف ندير الحوار علشان نخرج بشكل امن في المرحله الخطره دي. كنا اول نقطه بنتكلم عليها اللي هي لا تقاطعيها في الحوار، يعني كنا بنتكلم وصفين السكه كأن بنتك جايه لك في طريق. وانا بقول بنتك ليه؟ انا بركز النهاردة على البنات لان المشاكل اللي هي محطوطة لهم اكتر بكتير، النهاردة المشاكل محطوطة للبنات اكتر بكتير، وهم اللي عليهم دلوقتي الدور ان هم يتشدوا اكتر لعملية التفريغ وعملية التهديد من الداخل سلوكيا وامنيا. خلاص، يبقى اول حاجة وانت بتتحاوري مع بنتك ان احنا بلاش تقطيعها في الكلام. وقلنا كنا بنقول ان هي هتيجي تحكي لك اليوميات بتاعتها في المدرسه، اليوميات بتاعتها مع اصدقائها، اليوميات بتاعتها ما يدور في طريقها ومروحها وجايه، هتحكي لك بالتفصيل. الفتره دي هي عايزه تحكي بالتفصيل الممل، اوعي تقطعيها. ليه بقى؟ كانك انت حد بيشرب او بياكل او بيعمل حاجه بيستمتع بيها، لو انت قطعتي عليها طريقه الاكل او طريقه الشرب، عارفه لما انت بس تكوني بتاكلي وحد يجي يشيل الاكل من قدامك فبتقول اه انت خلاص عفوا يعني سديت نفسي. ما بلاش تسدي نفسها في طريقه الحوار معاك. لما تكون بتتكلم سيبيها تسترسل جدا على كل ما هو صغيره وكبير. ليه؟ الموضوع ده هيخليها تفضل طول عمرها ما تعرفش تحكي الا معاك انت، تحكي بكل التفاصيل. التفاصيل دي هتخليكي تعرفي بنتك تفكيرها الداخلي ماشي ازاي، تصور الايمج بتاعها، حياتها، تحركاتها. الموضوع هيفرق معاك كتير جدا جدا لو انت عودتيها ان هي تيجي تحكي وانت ما تقطعهاش ابدا في اي موضوع، ايا كان الموضوع، حتى لو بتتكلم كلام مش مهم، حتى لو اتكلم كلام من وجهه نظرك تافه، كلمت فلانه رحت خرجت، اوعي تفرطي في الطريق، اوعي تفرطي في حقك لان ده حقك، فخدي حقك من بنتك كاملا عشان يبقى عندك تصور كامل لحياه بنتك. اوعي يعني تستصغري امر، اوعي تقولي لها بلاش التفاهه دي، اوعي كذا كذا. النقطه الثانيه اللي احنا عايزين نخرج بيها بسرعه اللي هي ما تحوليش الجلسه بقى لنوع من التأنيب. اوعي الجلسه تتحول الى نوع من التوجيه والتهنيب، واصل انا كنت بعمل واصل انت بتعملي. لا، طريقه تانية بتقع فيها الامهات من الاخطاء ان هي تبدا عمليه التوجيه والتأنيب، وليه عملتي وليه ما سويتيش واصل انا كنت كويسه وانت كده ما ينفعش. لا، اسمعي الاول، خلي عندك يا كل ام، خلي عندك ملكة الاستماع إلى بنتك، اسمعي كل الموضوع وخزنيه على جنب، وبعدين انخلي الكلام، إيه الصح؟ هنوافق عليه ونعضده ونقول إن ده كويس ونشير إليه بإن هو شيء جميل، ونركن الحبة الحصو اللي إحنا مش موافقين عليه الغلط ونعرضه. وهقول لك نعرضه بشكل إزاي، بلاش المواجهة المباشرة، بلاش إن أنت ترمي في وشها الحصو، أصل كلنا فينا غلط، فكلنا لازم يقدم طريقة بالظبط، طريقة النصيحة شكلها ايه؟ اسلوبها ازاي؟ في حد بينصح حد وهو بيطبطب عليه، في حد بينصح حد وهو بيكلمه واخده تحت باطه، في حد بينصح حد وهو بيطبطب عليه في حضنه،
وفي حد بينصح حد على الملأ، ودي طبعا النصيحة على الملأ فضيحة، انت خدي بنتك اسمعي منها كل الكلام وبعدين نبدأ ننقي ايه الكلام، لكن ما تحاوليش الجلسة معاكي لا ما يصحش وكذا، هتبدأي تعملي ايوه هتخسري نقط من الحديث تدريجيا، البنت هتبدأ تقولك ايه وهي بتتكلم، طب اشيل ده عشان ماما مش موافقة عليه، وده اللي بشوفه كتير في بناتنا في سن المراهقة، انت ليه يا حبيبتي ما حكيتيش لماما، اصل ماما دايما بتيجي الحتة دي ما بتعجبهاش، فانا اقول بلاش ازعلها، لا انا عايزك تسمعي وتنقي الكلام وبعدين تعرضيه في مناقشة بعد كده، هو ده ينفع هو ده يناسبنا، في شكل حواري في شكل مناقشة، اقول لك باختصار كأنك لفها لها لفة هدايا، ما تجيش الحاجة الغلط وتديها لها في وشها، يبقى نمرة اتنين ما تقطعهاش كتير وما تحوليش الجلسة الى تأنيب والى ازاي انت عملتي كده، علشان البنت هتبدأ ترجع خطوات كتير، وانت حريصة على النقطة دي في نقطة مهمة جدا الانفعال بتاعك في وسط الكلام، بنتك اكيد هتكون في غلطة في غلطتين، المرحلة مرحلة احنا محتاجين فيها نقف بعين الاعتبار نقف بعين الهدوء، هتيجي البنت هنا وهي في مرحلة المراهقة اكيد عملت حاجة فيها شيء خارج شوية مش خارج عن الادب، لا شيء مثلا هزرت مع زميلتها هزار شوية غير لائق، قالت كذا تطاولت على المدرس حصل كذا، تقومي تجيبيها على جنب وما تنفعليش، طبعا سامع واحدة تقول ازاي ما انفعلش، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، انا سامع ستات كتير بتقول لي وازاي يا دكتور تكون عملت حاجه غلط وما انفعلش، اقتداء بقولها لك تاني وتالت وعاشر والف، اقتداء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لما جه الولد وهو بيقول له دايما انا بجيب حكايه الشاب دي لان ارقى ارقى طريقه حوار ومناقشه وتعديل سلوك شفتها، وانا قريت كل النظريات الموجوده طريقة ولا أحابي رسولنا صلى الله عليه وسلم والله ولكنه قال ذلك، طريقة حوار النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الولد وهو بيقول لي أذلني في الزنا حاجة في منتهى الفظاظة، طريقة الحوار بقى في خطأ وفي خطأ شرعي، طريقة الحوار لو احنا خدنا زي كده وانفعلنا وانت اتجننتي وايه الادب اللي بتعمليها دي، وبعدين بيتطاول ويروح ضارب البنت قلمين، مش بس بيقطع الحوار ده بيقطع الطريق كله، البنت مش هتيجي تاني ابدا تتكلم مع امها، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة إدارة الحوار عمل المسميه الديسكشن أو المناقشة اللي هو الحوار والمناقشة وخروج النتائج اللي احنا بنحاول نتعلمه ونعلمه لأولادنا دلوقتي، أترضاه لكذا أترضاه لكذا، أنت هتيجي بنفس القصة كده وتقولي لبنتك في شكل في صورة بترسمي لها الصورة الذهنية بنسميه الإيمج أو الصورة الذهنية، تفتكري لو حد شافك يا بنتي وأنت في الشكل ده مش حلو صح؟ البنت هتبدأ تراجع نفسها وتراجع الخريطة التربوية بتاعتها وتراجع طريقتها في الحوار، احنا عايزين نرتقي ببنتنا عايزين نرتقي بدون انفعال، ما تنفعليش ان كل انفعال هيجيبنا لورا هيأخر هيزود المسافة بينك وبين بنتك، فاحنا نعمل ايه نرتقي نعمل عملية المناقشة او الديسكشن ده ونعمل الصورة التخيلية، تخيلي كده حد هيشوفك كذا طب انت تقدري تعملي كذا، طب انت لو حد شافك في الطريقة دي انت الطريقه دي مناسبه ليكي ولبيتك والاسلوبك في الكلام، انا عارف ان وتقولي لها بقى انا عارف ان انت حلوه وطريقتك كويسه بس الكلام ده مناسب، اصل ساعات بقى من بناتنا هيجرهم زي ما هنشوف هيجرهم لكلام وهيجرهم لهزار في سخافات والفاظ ما بنحبهاش في بيوتنا، فازاي نعمل كلام نعمل ايضاح، ان ساعات البنات بتبقى ايه بتضحك على الكلام زميلتها بتقول كلام شويه فيه خروج فبتضحك عليه فتتعود عليه، فلما يتكرر الكلام بننقله للبيت، فلما الام بتسمعه بتصطدم، وخاصه احنا عندنا مشكله في عبارات داركه بتتكرر وكل ما تكرر تقرر خلاص بقت عبارات بنلفظها كل يوم لكن هي في الحقيقه مضمونها عيب ومش ظريف، فخلاص انت لما تيجي تعملي كده تعملي عمليه ديسكفري او اكتشاف او تعالي بصي كده شوفي كده زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، تعالى شوف كده ترضي فلان ترضي فلان لغايه لما الولد تحصل عملية إزاحة عن الشكل ورؤية الأمور بماهيتها الحقيقية خلاص، يبقى أهم حاجة أن أنت وأنت بتتكلمي احرصي على عدم الانفعال وخلي طريقة توصيلك للكلمة بالمناقشة والمكاشفة والمناصحة الغير مقصودة مش مباشرة، لكن إيه بشوفها بطريقة زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض صور كده ترضى لفلانة ترضى لفلانة بيعرض صور
بيعملوا نوع من اللي بنعمله دلوقتي العصف الذهني، البرين سترومنج، ان انا بنشط الكلام في ذهنك. انت ترضى ده كذا، ترضى ان حد يشوفك، فقوم بفكرني فبيفكرني فبيردني الحقيقه. خلاص بعد كده نيجي بقى نقطه مهمه جدا الامهات دايما بتغيب عنها، ان هي ما تحكيش امور الشخصيه اللي بتحصل في القعده دي لاي حد. البنت بتعتبر دي عارفه كارثه، لما تيجي تحكي لك مثلا ان هي راحت واتكلمت واتكلمت مع صاحبتها وخدت من كذا، لما بتلاقيك حكيت الكلام ده حتى البابا بتبدأ تقلق. ليه؟ لان هي عايزة تحتفظ بصورتها قدام بابا. ماما قريبة مني لكن انا عايز احتفظ بصورتي الجميلة قدام بابا، فلما بابا يعرف ان انا بهزر هزار سخيف في المدرسة، او ان في واحدة صاحبتي مثلا تطاولت عليا في الكلام او كذا، او كلام فارغ من ممكن نقوله، لما ماما تيجي تقول الكلام ده بابا لا انا بحس ان في شرخ. لا فاوعي اي كلام، حتى اوعي تقولي الكلام اصله كلام هايف او كلام بسيط او انا قلت لبابا كذا، لا قولي الكلام لبابا بس بينك وبينه. ليه؟ علشان بابا يبقى هنا في مرجعيه للكلام، يبقى عنده فكره اللي بيحصل، لكن تبقوا متفقين دايما مع بعض ان الكلام اللي بينك وبين ما يخرجش لاي حد، حتى لو حد غريب. لان ساعات في ناس كتير جدا تقول اصل هي عملت كذا، وفي ناس بقى تتفنن لما بتيجي عندنا ضيوف تقول اصل هي عملت كذا، اصل طول النهار قاعده كذا، اصلها ما بتعملش، اصلها مسويه. دي بتعتبر كارثه بالنسبه للبنت في مرحله المراهقه، ان امها فتشت سرها او ان هي كسرت الحاجز بتاع الحوار اللي بينها وبين امها، فلذلك هي ما بتقدرش بعد كده تروح للام. لا انا عارفه ان ماما اي حاجه هقولها ربع ساعه تبقى ايه، مصر كلها عارفه القصه فيها. خلاص بعد كده نقطه مهمه جدا، احنا عايزينك ما تقلليش من شان اي حاجه بنتك تقولها لك، يعني اي كلمه انا عايزك بالظبط كده تعملي ايه، تعيريها اهتمامك. يعني وانت بتسمعي لها كانك بتسمعي الحاجه مشوقه جدا او حاجه جميله او حاجه فيها كده، يعني تعيريها، لان الموضوع ده بالنسبه للمراهق مهم جدا، خصوصا البنت، موضوع ان هي تبقى حاسه ان اللي قدامها ده مهتم او مديها ودنه او مديها سمعه او هو معاها في الموضوع وعايش معاها في القصه، مهم جدا. لان لو حست ان انت زي ما اولادنا بيقولوا منفضالي او مش سامعاني او مش واخده بالك من الكلام، هيبدا حراره الحوار عندها يقل، وهتبدا تدريجيا ما تحكيلكيش القصه، او يعني يحصل لها ما نسميه بالانطفاء، ان هو القصه مش هتبقى مهم عندها لان حاسه ان ماما مش سامعاني كويس او مش مهتمه. اهتمي بيها جدا، وحاولي دايما وانت قاعده معاها خلي الحوار قريب، خليها قاعده جنبك، خليها قاعده ممكن تمسك ايدها تنيميها على صدرك تكلميها، علشان يبقى هو ده الاسلوب القريب جدا جدا جدا. احنا هنعمل حاجه مهمه جدا عندنا في علم النفس بنسميها الاشباع، والاشباع وخاصه في مرحله المراهقه دي مهم جدا، هي محتاجه نوع من الاشباع من الحنان، محتاجه جدا نوع من الاشباع من الكلام، ان انت تديها كلام حلو، ان انت تقولي لها باسمها تدلعيها، ان انت تقولي لها صفاتها الجميله. الاشباع ده بيخليها عندها نوع من الارضاء، ان هي ما تحتاجش تسمع كلمات، ودي نقطه مهمه جدا بنقع فيها كتير قوي لما بنعمل او بنعامل بناتنا، ودايما بقول بناتنا عشان هم اكتر حساسيه في المرحله دي، لما بنعامل بناتنا بشيء من الفظاظه او الالم على طول، هي محتاجه كتركيبه محتاجه تسمع حد يقول لها انت كويسه، حد يقول لها انت محترمه، حد يقول لها. طب ليه احنا نخلي حد تاني يقول لنا كلام وربما يكون يخلو من الانسانيه او يخلو من الشرعيه او يخلو من حاجات كتير جدا، وبيبقى طريق لحاجات كتير قوي ما نعرفهاش؟ لا، الموضوع في ايدينا. كلمي بنتك، اظهري محاسنها، اظهري اسلوبها، اكدي على انها هي الافضل، اكدي على انها هي صاحبه الخلق، اكدي على انها حلوه، اكدي على انها بنت محترمه، اكدي على انها ليها ستايل، اكدي على شخصيتها. ليه بقى؟ لان المرحله دي المراهق اما بيكون حد ليدر لشخصيه في وسط اصحابه ظاهر، او بيبقى تابع. الفرق ايه بين ان البنت تبقى شخصيه او ليدر او تكون تابعه؟ الام، الام اللي بتقول لبنتها انت حلوه وشخصيه وانت شكلك حلو وتفكيرك كويس ودماغك حلوه وراقيه، بتعمل نوع من انواع ان انا بقيت عندي ثقه في ذاتي، خلاص انا عارفه ان انا كويسه،
عارفه ان بفكر كويس، عارفه ان انا حد حلو، ربنا خلقني شكل جميله، ولذلك مش حدش هيعرف يجيبها. بقى هنخش ان شاء الله ربنا يسهل لما نتكلم في الحجاب، ما حدش هيعرف يدخلها المدخل انت شكلك كده احسن. لا، هي عندها نوع من ساتسفايد او الرضا، ساتسفاكشن او الرضا، ان عندي رضا بشكلي ورضا بترتيبي ورضا بفكري. فكل ما الام بتنمي هذه الثقه وبتزرعها وبتسقيها يوميا بسرعه بسرعه ورا بعض ورا بعض، كل ما البنت بيحصل لها ما نسميه بالثقل، نوع بقيت واثقه من نفسي، خلاص محدش يقدر يسمعني كلمتين يضحك عليا او المجامله الفارغه مش هتاكل معايا او اي حاجه. لا، الناحيه الثانيه بقى لما تكون بنت جميله ومحترمه وكذا، زي اللي كنا بنسمع الاسبوع اللي فات، وزي كوارث بتجيلي انا مش قادر اقولها مش قادر اقولها على الهواء عشان ما يبقاش في جرح. قله القيمه عفوا وقله الادب والضرب والاهانه والالفاظ التي لا يرضى عنها شرع، الالفاظ التي لا يرضى عنها شرع، الالفاظ التي تحاسب عليها الامهات، التي تحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى، الفاظ تحاسب عليها امام الله لما تصف بنتها بوصف غير محمود او وصف غير محترم. لا، انت مسؤول عنه يوم القيامه. الوصف ده انت ما تعرفيش هو بينزل زي حاجه بتشرخ نفسيه، بتشرخها بتكسرها. البنت لما الام تقعد تقول لها عفوا الفاظ انا مش هينفع اتكلم، بس اكيد انتوا عارفين ما اعانيه او ما يعني اعانيه واقصده، لما تقعد تقول لها كذا كذا يعني انا كان يعني، بس هي طلبت مني ان ما اقولش. الام بتصف بنتها بلفظ سيء جدا، سيء قوي قوي قوي. فتدريجيا البنت بدات تسال نفسها، هو انا كده؟ هو انا يعني البنت بتحكي لي بقى في الانبوكس، انا بقيت اقف قدام المرايه واسال نفسي هو انا كده؟ طب هو انا بروح عفوا يعني اعمل كذا او كذا او كذا؟ البنت حصل لها نوع من السيكوزس او الانفصام، شرخ. الموضوع مش سهل، الموضوع مش كلام هزلي، لا ده شرخ انت بتحطيه بايدك زي جايبه ازاز كده سليم بتعمليه في شرخ، ما بنعرفش نصلحه بعد كده الا ما رحم ربي. فمش عايزين في حاجات غير قابله للهزار، فكلامك المؤذي كلامك وانت اصلا بتقولي ليه؟ هل بنتك دي كده؟ راجع الكلام على دماغك. هل بنتك اللي انت بتسبيها ده سب سب سب؟ هل هي فيها الكلام ده؟ فالبنت بتبدا طبعا بيحصل لها سقوط في قاع نفسها وانكسار نفسها، وتبدا تدريجيا لغايه لما لا قدر الله بيحصل لها حاله من حالات الاكتئاب، وخصوصا لما يكون في نوع من التحقير ونوع من الاهانه، والنوع اللي احيانا في حد تاني، انا هستسمح الناس بعد كده اتكلم فيه، ان هي شغاله زي خدامه لاخواتها الصبيان. ايه المفاهيم؟ ايه المفاهيم الغريبه دي؟ ايه المفاهيم؟ ده ربنا عزز البنت دي، ربنا كرمها، ربنا جعل لها حاجات كتيره جدا 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 ليها من الاحترام وليها من المسؤوليه وليها من التقدير. ازاي انت تاخدي الحاجات دي كلها وتخليها تقولي لي مثلا، تقولي لها انت خدامه لاخواتك او انت كذا هنا؟ لا، ما ينفعش. فلا تحقري من شأن ابنتك، لان ده لو اتجوزت بعد كده بتبقى واخده على ان هي للاسف شكل تحقير. خلينا بقى، احنا قلنا بعض اهم الاساليب اللي احنا ممكن نمشي فيها مع بناتنا في حوارنا مع بنتنا، خصوصا وهي مقبله على ان هي تثبت ذاتها وان هي تشوف صورتها ازاي. فانت بترسمي صوره بنتك، يا اما صوره هتبقى صوره نقيه راقيه فيها عفه فيها جمال فيها مسامع خير فيها الفاظ خير فيها شكل خير، وتبقى فتاه خير ولد صالح يدعو له. واما لا قدر الله هتكسريها وتخلي فيها جوه شر وجوه بغض وجوه حقد وحاجات كتير قوي، هتبقى نقمه عليكي وعلى ولادها بعد كده. خلي بالك، مش هي بس، لا ده هي كمان هترجع، هتلاقي نفسها بتشتم ولادها غصب عنها بعد كده، لان هي دايره من الاساءه. طيب بسرعه، احنا قلنا ازاي نناقش ولادنا او بناتنا المراهقات، الطريقه ازاي؟ طب ايه القضايا بقى؟ اهم حاجه، اهم حاجه، اهم قضيه انا عايز اتكلم فيها. احنا كل ده مدخل، القضيه المهمه جدا انا عايز اتكلم فيها اللي هي المصارعه حاليا،
زي ما ان شاء الله هنتكلم بعد كده عن القضايا المثاره بالنسبه لاولادنا المراهقين. القضيه المثاره المهمه جدا هي قضيه خلع او نزع الحجاب. قضيه خلع الحجاب مهمه جدا جدا. الحكايه بدات مع يمكن مع الثوره، وبعد الثوره شيء من التحرير. الحكايه بدات ان هم بيقولوا احنا عايزين تحرر وعايزين كذا، ومناسب مع القصه ان هم طلعوا لنا ناس بدات تتكلم في فتاوى ان الحجاب ليست فرضيه. خلاص، هي قصه بتحصل مع بعضيها، الاول ثوره وبعدين يقولوا ايه نحرر نفسنا وبعدين نحرر المراه. خلي بالك الخطوات ايه لكل ام، الطريقه ماشيه ازاي، ونحرر نفسنا. وليه زي ما قريت في بعض المقالات، وليه البنت بتبقى رهينه لقطعه قماش، وليه البنت بتعمل كذا، وليه البنت بتعمل كذا، وخاصه لما تروح عند حد كمان من قرايبها ويقول لها الله ده انت شعرك جميل، ده انت شكلك كده احلى. الكلام ده بيحصل مع فوضى او هوجه او ثوره، مش عارف اسميها ازاي، بس هو ده شيء مفترض انه يحصل، شيء مفترض انه يحصل. الحرب الدائره دوما منذ ان خلق الله الخلق ما بين الخير والشر، مش هتبطل. دلوقتي اللي حاصل ايه بقى؟ ناس تقول لك اصلا الحجاب ملوش فرضيه، وبعدين يقولوا البنات او بيعملوا دعوه للتحرير من الحجاب، ويقوموا بقى النقطه الثالثه ودي المهمه جدا، يقوموا يجيبوا اخت من اخواتنا اللي كانت متحجبات وتبدا تقلع الحجاب وتطلع بيه على الميديا. ليه بقى؟ كنوع من التاكيد بان هي الشخصيه المحببه ليكي دي او البنت اللي كانت محجبه تخلت عن الحجاب، ايه المشكله بقى ان انت كمان تتخلى عن الحجاب؟ زي ما بيقولوا كده بيجيلك بالطريقه. جيت انا عملت بحث قريب كده في مقاله كتبتها، ما هي الاسباب التي ادت البنات بقى حصل ايه؟ الاسباب التي ادت الى ظهور فاجعه او ظاهره نزع او خلع حجاب. عملت سيرش بسيط كده مع بعض بناتنا الصغارين وبعض بناتنا اللي في سن مثلا 18 19 20 21، ولقيت ان فعلا في منهم ناس قلعت الحجاب داخل الاسره، وفي كارثه تانية بقى بتحصل اللي هي قلع الحجاب بره الاسره. ازاي؟ في ناس كانت البنت محجبه جزء، وبعدين جت في فتره معينه من بعض زمايلها او زميلاتها، لا لما شافوا انت كده احلى وشعرك وكذا وكذا، فبدات البنت عايزه تتحرر، فبدات تعمل الرابطه الاسبانيش كذا تدريجيا لغايه لما بدات ايه تقاوم اهلها وتقول لهم انا هقلع الحجاب. الخلاف حاصل في البيت، الخلاف حاصل في البيت، وهي عند الموقف ده. خلي بالك احنا في نقطه التحول دي اللي هي بتاعت ثوره المراهقه، هي اللي بيبقى فيها، لان انا لسه زي ما قلنا المراهقه عامله زي سفينه لسه ما رسيتش على بر، بنسميها لسه ما حصلتش حاله الاستابيليتي او الثبات، الاميشن استابيليتي او الثبات الانفعالي، لسه ما حصلش ان البنت او الولد طبعا، بس البنت اكتر زي ما بنقول ان التحولات بتاعتها خطيره جدا حاصله في فتره المراهقه. النقطه الثانيه البنت اللي هي اللي بتعمل نزع الحجاب من ورا الاب والام، دي بتبقى عامله ايه بقى؟ بتنزل لابسه الملابس اللي هي الحجاب، وتروح عند حد من اصدقائها او صديقاتها يعني، وخاصه اللي هي مساعداها على كده او مورطاها في كده، وتبدا تلبس الملابس الثانيه وتغير او تفك الحجاب وتبدا تعمل شعرها. كوارث بتحصل في الفتره دي، ولذلك لو الام عينها مش على تحركات بنتها ومش فاهمه هي بتعمل ايه ومش مراقباها ال 24 ساعه عينيها عليها، البنت هتروح بطريقه تانيه لناس تانيه. طيب ايه اهم العوامل اللي خلت بناتنا، اللي خلت بناتنا لما عملنا البحث ده
اقتناعنا بنتائج، ايه اهم العوامل اللي خلت البنت دي تترك الحجاب، او اللي خلتها في الفترة دي بعد ما لبست الحجاب مثلا وهي من عندها 12 سنة او 13 سنة مع بدايات البلوغ والتكليف، لغاية مثلا ما بقت 17 سنة او 16 سنة في اولى ثانوي وثانية ثانوي، وجت ثالثة ثانوي بقى او ثانية ثانوي قالت لا انا شكرا مش مكملة في القصة دي. لما عملنا البحث كانت النتائج غريبة أوي. كانت النتائج أهمها جماعة الأقران. جماعة الأقران، الصحاب، الصحبة اللي هي إما تبقى صحبة صالحة بتاخدني الجنة، أو صحبة سيئة بتقعد تغير أفكاري علشان تشدني للطريق الشر. ولذلك بقول للأم النهاردة أنتي خليكي صديقة بنتك رقم واحد. انتي خليكي صديقة بنتك رقم واحد، ما تبقيش رقم اتنين، عشان هي تيجي تحكي لك حتى اللي بيحصل مع اصحابها. ولذلك لما تيجي تحكي لك بقى، ودي النقطة المهمة اللي انا عايز اكلمك فيها، لما تيجي تحكي لك يا ماما النهاردة ولما خرجت مع زميلتي فلانة واحنا جايين من المدرسة وبدأت تكلمني وتقول لي الحجاب وكذا وكذا وكذا، وبدأت تنقر زميلتها دي على النقطة دي، ما تنفعليش. خدي الكلام كده وبعدين اقعدي في مناقشة كلها ود بينك وبين بنتك، وتقولي لبنتك ان شعرك ده من العورات المغلظة وده كذا، والكتاب قال كذا وكذا وكذا وكذا، وتحب يكون حد يشوف كذا وكذا وكذا وكذا. هتلاقي البنت فوقتيها هتحس ان هي عفوا قاعدة عريانة، مش هتعمل كده تاني خالص، بس لازم تعمل لها مناقشة، نوع من الاستيقاظ بنسميها الاستطارة الذهنية، فوقي الكلام في ذهنها. نمرة اتنين، ان في الكبار بقى شوية قالوا لا ده العملية مرتبطة بحاجة تانية، ان احنا تأخر سن الزواج، وان برضو زميلاتهم قالوا ان احنا لو قلعنا الحجاب وبقى شكلنا احسن علشان نبقى، شوف الطريقة، شوف الدخلة. طب انا بالله عليك اي حد النهاردة بيسمعني، لما تيجي عايز يرتبط بواحدة، هيرتبط واحدة هي امينة على نفسها؟ ان دي امانة، شعرك، جسمك، كلامك، تحركاتك امانة. فانا النهاردة لما اجي هرتبط بواحدة، هرتبط بواحدة امينة على نفسها ولا خاينة نفسها وخانت عهد الله في نفسها؟ ده رقم واحد. انا عايز كل النهاردة الامهات لكل بنت جالها الهاجس ده من واحدة ان يقلع الحجاب عشان تأخرت في سن الزواج، يقلع الحجاب عشان شعرك يبان او عشان تباني اجمل، لا بالعكس، مفيش حد ابدا بيحب يشوف الحاجة بتاعته قدام الناس، لا لا يعني قدر الله لو حد يعني ما ينفعش نقول لفظ كده خلاص. فانت النهاردة رجعي بنتك للنقطة دي، لما تيجي تقول ان دي كان رقم اتنين في الاستنتاجات اللي هي الامور التي ادت الى خلع البنت الحجاب، ان هي بتقول ان انا ايه سن الزواج اتاخرت فيه شويه، فانا هبدا اقلع الحجاب عشان الناس تشوفني. لا، قولي ان هو مرتبط بشكل اقتصادي، قولي ان هو مرتبط بميعاد، قولي ان ربنا سبحانه وتعالى ارادته الى الان هيجي وقتك، ما قولي ان انا محتاجه ادعي، قولي محتاجة ان انا ابقى قريبة من ربنا احسن، قولي محتاجة ان ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك ان في نقطة مهمة جدا، اللي هياخدك وانت سافرة يعني خلع حجابك، هو اصلا مش هيبقى امين عليك. اللي يعوزك نقطة حلقة في ودن كل بنت من بناتي، اللي هياخدك وانت سافرة ويرضى ان الناس تتفرج عليك في الشارع، عمره ما هيبقى امين عليك، عمره ابدا ما هيبقى امين عليك خالص. هتحس ان انت عفوا يا بنتي العزيزة الكريمة المهمة المحترمة، ان انت سلعة رخيصة الناس كلها بتتفرج عليك، في حين التاني المؤتمن عليك اللي خدك بكلمة من الله سبحانه وتعالى خايف عليك، رجل غيور، رجل محترم، عايز مراته تخرج في حلة وفي زي اسلام محترم، مش عايز حد يرفع عينه في زوجته، مش عايز حد يتقول عليه، مش عايز يقف
قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسأله ان هو ضيع اهله. خلي بالك ان هو اللي عايزك كده شكلك كده ده مش بتاعنا. وكتير قوي قوي بيحصل ان هو لما بيحصل ارتباط، يعني انا مش عايز احكي عن مشاكل، بس ده من خلال تجربتي واللي بشوفه في المستشفى واللي بشوفه في العياده وبشوف حياتي كتير قوي، بيبقى شخص غير مؤتمن، لان هو الحاجه اللي تخصه قوي اللي هو المفروض يؤتمن عليها قوي اللي هو اهله ضيعها. طب في اسم بعد كده ايه بقى؟ ان هو ضيع اخص الخصوصيات اللي هي الجزء المهم جدا في حياتي المسؤول عنه، اللي هي هتبقى ابو ابني، ام ابني وام بنتي. لو لم اختارها بشكل يناسب ما امرني به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا مش عايز امشي صح. يبقى انا مش عايز امشي صح. يبقى النهارده هقول للام تعالي تاني، رجعي بنتك، علشان الموضوع مهم قوي، علشان احنا امام حملات شديده وشرسه في كل مكان، في الاعلام بيطلعوا كذا وكذا وكذا، قدام حملات بتشد ولادنا قوي 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 في يلا نغني ويلا نرقص ويلا نخرج عن طور الاسلام. لا، سنعود بمشيئه الله الى رقه الاسلام والى صحبه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حنان النهارده لكل ام، خليكي صاحبه بنتك، خلي سر بنتك كله في قلبك، احضنيها قوي، حبيها قوي، قربيها منك قوي قوي قوي. ويا كل اب انظر ماذا كان يفعل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مع فلدة كبد فاطمه رضوان الله عليها. تعلم من رسولك، تعلم كيف تحب، تعلم كيف تقرب ابنائك. ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون احسنه. سعدت كثيرا في هذا الوقت الذي قضيته معك، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون وصلت رساله يا رب كلنا نعمل بيها. وإلى أن ألقاكم لكم مني كل التحية، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام، إن تضاء لحلمنا أو تناثر في الزحام، إن تطاول ليلنا أو تعثر ركبنا وسط أرتال